هل تعرف ما الذي يخنق الإنسان أكثر من أي شيء آخر؟ يختنق الإنسان بالتراكمات، يختنق بكل القصص الحزينة التي مرت عليه وما زالت تفاصيلها داخله تتآكل ولم يبح بها. يختنق بالمواقف الصعبة التي أشرف فيها على الاستسلام وصمد بكل قوته وتجاوزها مرهقا. يختنق بكل كلمة قاسية جاءت على شكل مزاح، بكل لحظة خذل فيها وترك وحيدا واحتفظ بألمه لنفسه. يختنق الإنسان بكل المرات التي حاول فيها أن يبدو قويا وقاسيا، بكل المرات التي قال فيها أنا بخير بينما كان الأمر يقتله. يختنق الإنسان بالكتمان حين يحتفظ بكل شيء لنفسه، حين لا يصرخ عندما يجب أن يصرخ ولا يبكي حين يستوجب الموقف أن يبكي. يكتم كل هذا داخله إلى أن يتراكم حوله السواد ويبتلعه شيئا فشيئا ويستنزفه لحظة بعد لحظة.